السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفضيلي من معهد ستيفن ارت. تنطلقوا فيديو جديد ونهار جديد. دونك قبل ما ندخلو في الهدف ديال الفيديو ديال اليوم، تنبغي نذكركم ان لي زانسكريبسيون بوغ لي فورماسيون سواء في بنغرير او لا اديستونس، يعني تكوينات عن بعد لنيل شهادة في مجال السلامة والصحة والبيئة المهنية الاشيس او، مدة تكوين 3 اشهر مع التتبع والمساعدة في الحصول على عمل بالنسبة للمتفوقين. دونك دابا ندخلو لصلب الموضوع. غادي نتكلمو على ما يسمى بالتي بي ام، داكوغ، تول بوكس ميتينغ. ما هو التول بوكس ميتينغ؟ وشنو خصني ندير في التول بوكس ميتينغ كاشيسو؟ حنا عارفين واحد القولة اللي عندنا اون جينيرال، اللي هي الوقاية خير من العلاج. بالفرنسية prévenir mieux que guérir. prévenir mieux que guérir. إذن أنا خصني ندير الوقاية. الوقاية مثلا عن طريق ماذا؟ عن طريق توعية العمال. كندير توعية العمال. هاد التوعية هي اللي كتسمى TBM، Tool Box Meeting. شنو هو Tool Box Meeting؟ هو ملي تنجمع العمال تنعطيهم مجموعة من النصائح باش نتفاداو الاخطار اللي عندنا في العمل. فمثلا عندي عمليه الحفر، قبل ان نشرع في عمليه الحفر تندير التوعيه للعمال، نقول لهم ها اخطار الحفر، ردوا البال، عندكم الغرق ديروا الغارد كور، لبسوا لي زوبي ديالكم. دونك هذه كتسمى ان تي بي ام. تي بي ام يقدر يكون يومي، داكوغ، يقدر يكون اسبوعي، اللي كتسمى المو تكنيك لا فريكونس دو سنسيبيليزاسيون او بيان لا فريكونس دو تي بي ام. يقدر يكون كوتيديان، يومي، جورنالي، ويقدر يكون ابدومادير، اسبوعي، مثلا مره في السيمانه في البدايه ديال الاسبوع كندير هاد التي بي ام. غير واحد القضيه هنا مهمه، عفاكم، الا كان عندي التي بي ام اسبوعي ما نغيبش على العمال، داكوغ، غندير ما يسمى بلي تول بوكس تولك، كيكون واحد التوعيه وكي تكون قصيره جدا، تكون مش المده ديالها ما تكونش طويله. او لا ندير بريفينغ، كتسمى ايضا البريفينغ ماتينال، كل نهار على الاقل، او لا تتسمى مينيت دو سيكوريتي، واحد دقيقه نهضر مع العمال، ها الاخطار اللي كاينين نطلقهم يخدموا، داكوغ. سيل فو بلي، هاد القضيه مهمه بزاف، ما تخليش حتى السيمانه داكشي اللي عطاتك الشركه فقط هو اللي تبقى ديرو. لا، حنا كما قلت اون شيرش لا كرياتيفيتي، تنقلبوا على الابداع. دونك داكشي علاش انا كاشيس او دائما خاصني ندير لا كرياتيفيتي ديالي في مكان العمل. دابا السؤال اللي تيطرح، الطريقه كيفاش ندوز هاد التي بي ام. الطريقه كيفاش ندوز التي بي ام بسيطه، وبسيطه جدا. دائما غنحضر بعض الصور توعويه ليا انا في بلوك نوت ديالي، كيف ما المثال اللي تتشوفوا دابا في لا فيديو. مثلا هذا اكزامبل على سلوم لي شيل، تنحضر لي نوط اللي غنهضر عليهم، تنحاول نوصلهم بالدارجه. اكزامبل، انا بغيت نبدا مثلا تي بي ام. السلام عليكم خوتي، بخير، لاباس عليكم، كلشي مزيان، هاني الامور. حنا الحمد لله الهدف ديالنا في هذه الشركه هو اننا نستافدوا جميع، لان كنا كل واحد طريف الخبز من هذه الشركه، وبغينا الحمد لله ندخلوا الصباح بصحيحتنا، ومشيو عند وليداتنا بصحيحتنا، وحتى اللي ما عندوش الوليدات راه عنده ميمته وعنده والديه، هو بغينا يحافظ على الصحه ديالو. لاحظتوا دونك الطريقه، تنحاول انني ندمج، ما نجيش نبقى نقول لك طا 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 ونمشي في حالاتي. دونك تنحاول انني ندمجك معايا في هاد لا استراتيجي، داكوغ. لي تي بي ام خطا كبير، عمرني نسول على التي بي ام اللي خاصني ندير، ما يمكنش، انا ما عايش معاك شي واحد في الشونتي. تي بي ام خاصك ديرهم على حسب الاخطار اللي عندك في مكان العمل. الا عندك اسباس كونفيني خاصك تهضر على تي بي ام، على لي اسباس كونفيني. الا عندك ترافاي اون هوتور خاصك تهضر على تي بي ام عنده علاقه بلي ترافاي اون هوتور ولا لي ترافو اون هوتور، اعمال ارتفاعات، داكوغ الدراري، سي فو بلي، دراري والبنات، لونغاج مع الاسف. الوغ واحد القضيه هنا مهمه، غنشوفو ندوزو نشوفو ان شاء الله في البيسي. لائحه الحضور، تي بي ام خاصني ندير لائحه الحضور، لا ليست دو بريزونس، شكون الناس اللي حضروا، وندير ان بي في. بي في كتعني بروسي فيربال، خاصني ندير المحضر ديال هاد لي تي بي ام ونحتفظ بهادشي، اسمحوا لي اعتذر، نحتفظ بهادشي في واحد الكلاسور عندي، داكوغ، في كلاسور نحتفظ به ونعلقو حتى في لو طابلو دافيشاج، الا كان عندي طابلو دافيشاج في مكان العمل، خاصني نعلق فيه
هاد اللائحه ديال التي بي ام والبي في. علاش هضرت في هاد لي تي بي ام؟ شنو النقاط اللي ناقشنا في هاد لو تي بي ام؟ راه سيلفو بلي هاد القضيه مهمه بزاف. يقدر تجيك واحد الفيزيت دو سيكوريتي واول حاجه يسول العمال هما على التي بي ام اللي درتي ليهم، اولا لو وقعت حادثه اول حاجه تنسولو عليها هي تي بي ام. سيلفو بلي ردوا بلي هاد القضيه مزيان، راه مهمه ومهمه بزاف. دونك باش نلخص، تي بي ام تور بوكس ميتينغ سي اون سيونس، حصه دانفورماسيون اي دو سونسيبيليزاسيون، هي حصه من اجل الاخبار والتوعيه لفائده جميع المتدخلين، ليس بالضروره العمال، جميع المتدخلين تنجمعهم ونحاول نهضر معاهم وكل بالطريقه ديالو. نعاودها، سي اون سيونس دانفورماسيون اي دو سونسيبيليزاسيون بور لونسومبل ديز انترفونون pour prévenir contre les risques potentiels من اجل الوقايه من الاخطار المحتمله. دائما تنعملوا بالبرانسيب الوقايه خير من العلاج، خاص يكون هذا هو الشعار ديال اش اس او، prévenir mieux que guérir. خاص المده ديالها ما تتجاوز 15 دقيقه، داكشي على سبعه الشركات كيسموها لو ان كار دور سيكوريتي، ربع ساعه من اجل السلامه. فاهمين؟ دونك السميات كيختلفوا من شركه لشركه، الاسم المتعارف عليه عالميا هو تي بي ام. دائما خاصها تكون فيها لائحه الحضور، شكون الناس اللي حضروا، زائد ان بي في محضر، شنو درت في هاد تي بي ام، شنو هما النقط اللي ناقشت في هاد تي بي ام. قلنا كاين انواع اخرى باش نوعي، بحال مثلا كيتسماو لي بريفينغ ماتينال، كل نهار كدير واحد 5 دقائق ولا 4 بريفينغ ملخص ديال الاخطار قبل ما تبدا الخدمه ديال داك النهار. اولا مثلا المينوت سيكوريتي، غير دقيقه سلامه. بارفوا كنديروا ميم لي زيشوفمون، شنو هما لي زيشوفمون؟ الحركات، ندير واحد الحركات ماتينال تفاديا. ليش تفاديا؟ ان تكون عندنا دي كلاكاج ايتترا. دونك عندي بيرسونيلمون انا تنديرها شاك ماتان، تندير مثلا دي لي زيشوفمون للعمال وكتبقى ايضا ما يسمى تي بي تي تول بوكس تولك. لاحظوا الفرق، تول بوكس ميتينغ، ميتينغ بالعربيه هي اجتماع، الوغ تول بوكس تولك اتحدث. الاجتماع تحتاج دائما الاجتماع تنبروغراميو ليه، تنحطو واحد البرنامج. اذا تي بي ام تيكون دائما مثلا اسبوع لاسبوع شاك جو كيف ما قلنا. تي بي تي ما تحتاجش وقت، تي بي تي فيما بان ليا شي خطر تنهضر مع العمال، ما نتسناش داك الخطر حتى توصل الوقت ديال تي بي ام. دونك هذا كيتسمى تي بي تي تول بوكس تولك، وخاصني نكثر من لي تول بوكس تولك، ما نبقاش نتسنى فتره تي بي ام. حاجه ايضا مهمه مهمه بزاف وخاصنا نهضروا عليها، اللي هي ما يسمى بلانديكسيون او لا لاكوي اش اس او. لانديكسيون جات من لو فيرب اندوير، تندخلك تنانتيغريك معايا في ليكيب، او لا لاكوي اش اس او الاستقبال من اجل السلامه والصحه والبيئه المهنيه. لما تنديروا هاد لانديكسيون اللي كتسمى ايضا لاكوي اش اس او، اي واحد جا جديد، اي واحد جا عندي جديد خاصني ندير ليه هاد الفورماسيون. بوكو ما غاديش نطلقك تخدم داكوغ، خاصني ندير لك واحد التوعيه، نوريك شنو المشروع ديالنا، شنو العمل اللي تنديرو، شنو السياسه ديالنا في السلامه لا بوليتيك اش اس او ديالنا، شنو هما الاخطار اللي عندنا في مكان العمل، وشنو هما وسائل الوقايه والحمايه اللي تنديرو في هذا مكان العمل. ميم سي يكون غير ستاجير، يكون واخا يكون غير ستاجير تنوريه. دونك لانديكسيون او بيا لاكو اش اس او سي اون فورماسيون دانتيغراسيون بوغ ان نوفيل اريفون، اي واحد جا جديد، كو سو سوا ان ستاجير ان نوفو روكريتي، يعني شي واحد يتوظف معنا جديد، كو سو سوا بور لي فيزيتور. لي فيزيتور دائما تكون خفيفه شويه، بحال مثلا لي فيزيتور كيجيو عندي مثلا لي زيكول دانجينيور الدراري، مثلا اتونسيون ما تقيسوش هادي، ردوا البال من هادي، عندك طيح عليكم هادي. دونك فوالا. اما بالنسبه للروكريتي جديد لا، كنديرها لي اون ديتاي، وخاصو في الاخر يسني معايا واحد الورقه انني دوزت ليه لانديكسيون وهالامور اللي وريته. فاهمين؟ دونك فوالا، دابا غادي ندوزو للبي سي باش نوريكم كيفاش كتصاوب لا ليست دو بريزونس، غنوريكم اكزومبل بسيط اللي ممكن نتوما تخدموه، وحتى كيفاش كتصاوب الفيش داكوي اش اس او. دونك ندوزو للبي سي. الوغ دابا غنوريكم كيفاش كتكون لائحة الحضور. دونك هذا مثال بسيط، هنا الديبارتمون يعني السيرفيس الخدام، هنا لو تيم مثلا ماش هضرتي، مثلا التيم اللي هضرنا عليه هو صحيح شي هو l'utilisation sécuritaire des déchets.
استعمال آمن للسلالم utilisation sécuritaire des échelles. Voilà, مثلا لانيماتور شكون اللي دار لا فورماسيون لا دات الشاتي ديالي فين خدام وتكون عندي بحال هاد الورقه اللي فيها النو اي بخينو الاسم الكامل للعامل الشركه فين خدام لان بعض المرات يكون معايا الشركه سو تريتون حتى هي مكتبه تدوز الخدامه ديالو الفورماسيون الفونكسيون الخدمه ديالو شنو كيدير ولا سينياتور فوالا هنا كيفيزي الفورماتور او لا لانيماتور شكون اللي دار هاد لا فورماسيون لان بارفو كاين دي فورماسيون كنجيب واحد فورماتور اكستير من شركة أخرى درنا الفورماسيون مثلا على لي زيكستانكتور أو لا أو لا مثلا طرق إطفاء الحريق إلى آخره. دونك هذا إكزومبل بسيط ونعلقها في لو طابلو دافيشاج ديالي ونحتفظ بها في كلاسور ديالي في الأرشيفاج ديالي. دونك هنا أن أوتخ إكزومبل فيست دو بريزونس أنا دائما لوغو دو لونتخبخيز النوع ديال الفورماسيون واش هي تي بي إم أو لا سونسيبيليزاسيون واش إنديكسيون لا أكي أش إس أو لا فورماسيون المكان ديالها لا دات الوقت ديالها من الى لان بارفو لي فورماسيون كيبقاو مده طويله فورماسيون مثلا درتي فورماسيون على الايزو 14001 بالنسبه للعمال شحال واش 4 سوايع مناش معاش بدات مع السالات دائما الاسم الكامل فونكسيون سيناتور ومن الاحسن نزيدو حتى اونتربريز لان كيما قلت لكم بارفو تقدر دير فورماسيون الخدامه اللي عندك ديال لا سوتريتونس لانهم محسوبين عليك وابخي كندير ان بي في اللي كنقول فيه شنو لي تيم شنو هما المواضيع اللي هضرنا عليهم خلال هاد لو تي بي ام دونك ميرسي بوكو بو فوتر اتونسيون ما تنساوش انكم تكومونتيو وتبارطاجيو لا فيديو لان هكا كطلع لا شين وكيستافدو الناس كثر فما تكونوش بخلاء بزاف ديال الدراري كيجيو عندي الواتساب تقول كنستافد من لا فيديو ولكن ما خليتيش الباباس ديالك ما استفدتيش من ما خليتيش لنا واحد الكومونتير اولا باش نعرفوك راك استفدتي وهكا حتى لا شين كطلع دونك ميرسي بوكو بو فوتر اتونسيون ولا عندكم اي سؤال ما تنساوش تكونتاكتيوني سواء عبر اليوتيوب او لا عبر الواتساب ميرسي بوكو